بالمستشفى الإقليمي لمدينة إنزغان افتتح وزير الصحة بمعية أطر القطاع بجهة سوسي ماسا مركبا جراحيا شيد على مساحة 293 كيلومتر مربع لفائدة أزيد من 500,000 نسمة من ساكنة الإقليم. وتتكون هذه المصلحة الجديدة من 4 غرف مجهزة بآخر ما وصلت إليه الاختراعات البيوطبية وفق المعايير الدولية. نتمم هذه الخطوة، هو صراحة شرف لنا يكون عندنا واحد المركب جراحي بهذه المواصفات اللي كنشوفوها، اللي حسب ما سمعنا من في الشروحات بان راه كتوفر في المنطقة ديال إنزكان وفي المستشفى العسكري للرباط. هذا فخر كبير للمدينة، لكن ما زلنا نطالب مزيد. هذه السنة يعني العدد ديال العمليات الجراحية في هذا المستشفى زاد ب 15%، حيث فتنا 7000 عملية جراحية، منها تقريبا 1300 عملية قيصرية، بالمقارنة مع مستشفى أكادير فتقريبا ما اللي كيدير 10000 عملية. فحنا بهذه القاعة الجديدة نتوقع أنه نصل إلى 10000 في السنة، وبالتالي غنتمكنوا من إنهاء المدة ديال الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية المبرمجة. هذا المشروع كلف الشركاء تقريبا 15 مليون ديال الدرهم، فيها 11 مليون ديال الدرهم ديال التجهيزات البيوطبية اللي أدتها وزارة الصحة، اللي ساهمت بها وزارة الصحة، وكذلك المجلس الإقليمي في البناء والمجالس المحلية ديال إنزكان يتملول والتشيرة مشكورين. ويمكن نسجلوا اليوم بعد ما تم الافتتاح ديال المصلحة ديال الأمراض الصحية العقلية والنفسية بأنه هذه الشراكة اليوم حقيقة هي مثمرة بالنسبة للقطاع الصحة بإقليم إنزكان يتملول بالنسبة للمستشفى الإقليمي، حيث سيستمر العمل على الرفع من القدرة الاستيعابية من حيث عدد الأسرة. غندوزو من 310 إلى أكثر من 400 سرير. الآن هناك انطلاقة ديال العمل في المركب السابق باش يتحول إلى مصلحة ديال الأم والطفل، ثم كذلك مصلحة ديال الإنعاش اللي يتم إحداثها بهذا المستشفى. هاد 4 ديال القاعات كيتوفروا على واحد التجهيزات، يعني آخر صيحة ديال اختراعات ديال التجهيزات البيوطبية، حيت عين لاحظنا غير القاعة الأولى فيها واحد الشكل ديال تريتمون ديال لير، يعني ديال الهواء يعني اللي كيكون داخل القاعة كيكون يعني معقم. وهذاك الشيء علاش باش كيسهل ان في ديك القاعة يتقاموا واحد العمليات اللي كيطلبوا التعقيم بحال جراحات العظام او جراحات جد متخصصة. في القاعات الاخرين كذلك فهمتي هناك تريتمون ديال لير، يعني تريتمون ديال الهواء، يعني المركب دابا كامل مجهز بهاد السيستم هذا. انتم عندكم 2019 مشروع صحي جديد ينضاف إلى إقليم تزداد ساكنته يوما بعد يوم، من شأنه أن يخفف الضغط المتواصل على المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وأن يساهم في أنسنة المصالح الاستشفائية وتعزيز العرض الصحي بعمالة إنزكان أيت ملول، كما أنه سيوفر الظروف الملائمة للأطر الطبية العاملة بهذا المركز الاستشفائي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.